نظم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث مساء اليوم حفل تخليد لذكرى رحيل الشيخ عيسى بن راشد الخليفة طيب الله ثراه، وضمن نطاق ضيق من الحضور، والذي استهل بكلمة من معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ورئيسة مجلس أمناء المركز، التي أتت على ذكر مناقب الشيخ عيسى بن راشد الخليفة مبينة عظم الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأدبية لعميد الرياضة الخليجية رحمه الله. احتفاء بنطاق افتراضي وأجواء من التباعد الاجتماعي تم من خلاله توجيه لغة العرفان وتشهيد الذات على وجوب الوقوف على مناقب شخصية عظيمة والإبقاء على مخاطبة روحها التي سجي جثمانها الطاهر قبل 40 يوما لملاقاة وجه ربها راضية مرضية مستبشرة بخير أفعالها. تخليدا لذكرى رحيل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله، قام مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بتنظيم حفل لرد الجميل بالإحسان وزيادة لرجل إنسان لازمته الثقافة واستوطنت في فكره الرياضة وأتقن لسانه قافية الشعر، ليتجلى حب الوطن حاضرا في أبيات عشق حاكت بمجملها الزينة، كما أحب مخاطبة البحرين فهو من ذكرها في نفسه شوقا لتذكره خجلا بحسنها وحبها الذي أبقاه على العهد معها طيلة فصول السنة وعلى مدار سنين متعاقبة. في هذا المساء نجتمع رغم أن التواصل المطلوب عادة في هذه المناسبات ليس موجودا، ولكن عن بعد نجتمع مع محبي الراحل العزيز الشيخ عيسى بن راشد الخليفة طيب الله ثراه هنا في المحرق في مدينته التي ولد فيها وأحبها وكتب عنها. نجتمع في مركز الشيخ إبراهيم كما اعتدنا في ذكر كل من نحبهم وكل رموز هذا الوطن الذين أعطوا. هذا الحفل الذي أصبح منذ اللحظة في متناول الجميع لمشاهدته عبر مختلف المنصات الإلكترونية لمركز الشيخ إبراهيم ضم كلمات عطرة بدأت بالبوح عنها معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، التي استهلت حديثها بسرد الجوانب الإنسانية والاجتماعية في شخصية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، والتي صنعت منه أيقونة وطنية ستبقى حاضرة في وجدان الشعب البحريني كافة. ندشن كتابا ونعرض فيلما في سيرة الراحل العزيز الذي يبقى ثابتا في القلب والذاكرة. فيلم أريد من خلاله اختصار ما يزيد على 82 سنة من عطاء الشاعر الراحل في المجال الإعلامي والثقافي والأدبي والرياضي، ومضمون كتاب تكفل بإصداره مركز الشيخ إبراهيم ليشارك في بناء صفحاته عدد من محبي المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد الخليفة، محتويا على رسم له من بوح ريشة الفنان إبراهيم خليفة، إضافة إلى باقة من المقالات والصور التي أرثت حينا واسترسلت حينا آخر بذكر صفات وخصال ونجاحات عميد الرياضة الخليجية. في مقام المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة اجتمعت الأنفس لتبعث رسائل تقدير وإجلال للأديب والشاعر ولهرم الرياضة البحرينية والخليجية والعربية، الذي لم يبخل في عطاءاته يوما، والذي ترك أثرا طيبا في ذات كل من عرفه. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.